جهد إماراتي عالمي للقضاء على الجوع وحملة إنسانية عابرة للقارات تتوج مسيرة الإمارات الإنسانية في كل بلدان العالم. ومن هذا المنطلق تستمر للعام الثاني على التوالي في اليمن حملة المليار وجبة ضمن مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية التي توفر مليار وجبة في 50 دولة، وقد وجدت طريقها في اليمن لنحو 90,000 محتاج يعانون ظروفاً معيشية قاسية إثر الحرب. في عدن انطلقت الحملة، وفي لحج وأبين وحتى تعز ترسم الإمارات ملامح البهجة وتشارك اليمنيين فرحة رمضان وعيد الفطر بتوزيع 15,000 وجبة غذائية. طبعاً هذه السلل للمستهدفة، الجهات المستهدفة هي الأيتام، المرضى، المحتاجين تبع الجمعيات الخيرية، ندعمهم بهذه السلل. نحن طبعاً الحاجة أكثر من هكذا بكثير، لكن هي بداية طيبة، بداية ممتازة. طبعاً اللجنة الإغاثة اللي أنا هم مثلها أنا باختصار هي تشجع مثل هذه الأعمال، والذي هي تدعم هذه الأشياء بالوصول للمواطن بشكل عام، وخاصة التوزيع الإغاثة زي ما أنا شفتها وزعت في المحتاجين، وخاصة بالذات أصحاب الأسر الضعيفة والمستضعفة في محافظة عدن.